تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقرير امبارح من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أراضي وأملاك الدولة بالبناء والزراعة ومخلفات البناء بمحافظات الجمهورية. أعلن شعراوي عن نجاح الدولة خلال الفترة من 18 مارس لحد 19 مايو الجاري في القيام بإزالة عدد كبير جدا من المخالفات. هنعرف التفاصيل من الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. صباح الخير يا دكتور. أهلا أستاذة خلود، صباح الخير على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها، وكل عام وحضراتكم طيبين. وحضرتك بخير يا فندم. تفاصيل الإزالة اللي تمت على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، كل أنواع الإزالات ومختلف المحافظات طبعا اللي كان فيها أكثر نسبة من المخلفات اللي شهدتها هذه الفترة الحرجة. خليني أقول لحضرتك أن مع الوزير اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تلقى تقرير من غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الخاص بما تم إزالته من تعديات على أراضي الدولة المصرية وأملاك الدولة المصرية، سواء التعدي ده بالبناء على الأراضي دي أو الزراعة فيها، وكذلك الأمر مخالفات البناء على الأرض المصرية. وكما تعلمي حضرتك إن دي تكليفات وتوجيهات سيادة الرئيس منذ 18 مارس الماضي، والبيان كان لغاية 19 مايو الجاري، وكان إجمالي البيان إن احنا قمنا في المحافظات المصرية بالسادة المحافظين ونوابهم وسكرتير العموم والوحدات التنفيذية المحلية بالتعاون مع مديريات الأمن في المحافظات وقوات إنفاذ القانون بإزالة 6694 حالة إزالة، وإجمالا واسترداد ما يقرب من 5 مليون متر مربع و16 ألف فدان من أراضي وأملاك الدولة المصرية بعد التعدي عليها، وده من جانب بعض المواطنين ضعاف النفوس سواء على مستوى الجمهورية سواء بإقامة مباني أو أسوار حوالين الأرض دي أو الزراعة حوالين الأرض دي. طيب البيان ده تفصيله كان إزاي؟ البيان ده كان قوات إنفاذ القانون مع مديريات الأمن مع الوحدات التنفيذية المحلية أزالوا 5210 حالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة، وتم استرداد 5 مليون متر مربع. كذلك الأمر تم إزالة 1484 حالة تعدي بالزراعة على أملاك الدولة، ليصل إجمالي الأفدنة اللي احنا استردناها بعد التعدي عليها إلى 16000 فدان. كذلك الأمر قمنا بإزالة 6525 حالة بناء مخالف على مساحة 873 ألف متر. كذلك الأمر تم إزالة 12974 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية الخاصة، وقدرت بحوالي 3587 فدان، والأرض دي هي فعلا ملكيات خاصة ولكن كانت موجهة للإنتاج الزراعي وتم التعدي عليها بالبناء، وبالفعل تمت الإزالة الفورية لكل هذه التعديات. كذلك الأمر يا فندم شدد مع الوزير اللواء محمود شعراوي على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في إزالة كل مخالفات البناء والتعدي على الفور، وعدم التهاون مع من يستغلون الظروف الحالية الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا ويقوموا بالبناء المخالف للقانون، وأكد على كمان استمرار هذه الجهود وخاصة خلال أيام أجازات عيد الفطر المبارك كل سنة وحضراتكم طيبين. أكثر المحافظات اللي شهدت مخالفات يا فندم؟ في مجموعة من المحافظات كنا بنتكلم على الجيزة تمت إزالات، القاهرة تمت إزالات، محافظات زي كفر الشيخ تمت إزالات، محافظات بصورة أكثر تحديدا المنيا تمت فيها إزالات، كل المحافظات دي كانت فيها الإزالات بكثافة أكبر نظرا للمخالفات اللي وقعت من بعض المواطنين. طيب دكتور خالد، خلينا نتكلم عن الأراضي الزراعية اللي بيتم التعدي عليها. الأراضي الزراعية اللي بيتم التعدي عليها للأسف أن معظم هذه الأراضي بتبقى يعني بعد ما بتكون صالحة للزراعة بتبقى أرض بور،
فهنا يعني ايه اللي بيتم؟ طيب احنا فقدنا الاتصال ب دكتور خالد قاسم المتحدث باسم طبعا وزارة التنمية المحلية.